إتصالات راديو. إذا مستمعينا أهلا بكم في فقرة إتيكيت لهذا اليوم. واليوم إن شاء الله غادي نهدروا عن إتيكيت وبروتوكول حفل الزفاف خصوصا للعروسة، يعني اللي غادي نهدروا عليه ماشي على الحضور أو المعازيم أو الناس اللي جايين، غادي نهدروا على العروسة هي بذاتها. طبعا في هذه الليلة العروسة كتكون هي ملكة الحفلة وكل الأنظار كتكون عليها. لازم تكوني كتحركي بواحد الطريقة يعني محسوبة جدا، ويكون فيها إتيكيت في حال الملكة. بالنسبة للعروسة فمن الإتيكيت إن هي تكون آخر شخص يدخل لقاعة الأفراح، ولكن هذا ما كيعنيش إن هي تدخل تجوجد الصباح، لا، يعني يدخل بشكل معقول. وإذا كان عندك اللبسات ديالك أو الفستان ديالك طويل بزاف من اللون، فمن الأحسن انك يعني شي ناس يكونوا كيعاونوك في رفع هذا الفستان من غير النقافه اللي كتكون اصلا موجوده، او انه يكون الطريق خاوي ما فيهش ناس باش الفستان ديالك او الكسوه ديال الزفاف ديالك او اللبسات ديالك ما يعلقوش في شي حاجه وتطيحي لا سمح الله، وديك الساعه مش هتبقي عروس، هتبقي على كل حال. وطبعا من يعني من الاتيكيت انه ام العروسه هي اللي تكون في استقبال الضيوف، وهي اللي ترحب بيهم، وهي اللي تدخلهم للقاعه وتعمل معهم بلطف كبير. ومن الاحسن ان تكون عروسه يعني تمشي بخفه اثناء يعني مش خفه تجري نو يعني تكون لا شوي يعني لا يعني قصدي انها تكون مش حاسه بثقل او حاسه بحاجه تضايق عليها بيظهر على ملامح وجهها. ف يفضل انه قبلها بيومين تكوني جربتي اللبسات ولبستيهم، غير باش يعني تولفي المشية ديالك بيهم، باش ماشي اول مرة تلبسيهم ربما تكون شوية مخنوقة ضيقة عليكي، على الاقل يومين علشان تقدري تمشي بانسيابية قدام الناس. اي نعم هتمشي بالراحة ولكن بانسيابية برضو. وبعض الناس ايضا بيفضلوا يعملوا بروفا للمكياج ديالهم ديال العرس قبل بسيمانه باش يشوفوا اذا عجبهم، اذا كان شي حاجه خصهم يعدلوها او شي حاجه خصهم يزيدوها. بمعنى ان هاد الخطوات هذه خصنا نبداو نعملو، حتى حنا صراحه في الاعراس ديالنا ما كنعملوش شي بروفا ديال المكياج، يعني قبل نشوفوا المكياج كيفاش غيجينا في العرس، يعني حتى نهار ديال العرس عاد كنشوفوا يعني تزينا شنو غتمنى. وايضا حتى الحوايج يعني ما كنلبسوهمش، يعني الحوايج او المكياج حتى نهار ديال العرس عاد كنخدموهم او يعني عاد كنلبسوهم. ايوه من الاحسن ايوه انا اللي بغيت نقول زعما من الاحسن نبداو نعملوا بروفا، يعني لانه كنلاحظوا على بزاف ديال العروسات واخا اول مره ما كيعجبهاش المكياج كتبقى تخسر او علاش عملت لي هيدا ديال الشده، يعني كيكون داك الجوهر بزاف كيكون ثقيل فهي كتجبر هيدا كتنفس بصعوبه او بالضبط. يعني من الاحسن بقاو نجربوا هادشي، مثلا داكشي الا كان ثقيل تنقص لك منه ويجيك معوض ماشي تنقص عاد القلب، باش ما يبانش الارهاق والتعب وعدم الارتياح على الوجه ديال العروسه، خصوصا ان كل انظار بحال اللي قلنا غادي تكون على هاد العروسه. شيء اخر مهم جدا انه في اختيار المكياج من الاحسن انه احنا يعني يكون عندنا يعني الوان محدده، ما نعملوش الوان العالم كامل ونقول اه هذيك الموضه عجباني انا هيدا. عروسه انا عروسه لا عروسه على فوق راسي، بس ارجوك عشان يعني ما تبانيش يعني عروسه مبالغ فيها. وكمان المشطه ديال الشعر حاولي دائما تعملي مشطه على حسب طول العريس، يعني ما تعمليش مشطة تبينك أطول من عريسك، يعني هيبقى أولا الله هتبينيه قصير وهو ربما ما يكونش قصير بس شعرك هو اللي بينك إنك طويلة، فهمتوا؟ وطبعا كان عرفوا إحنا الحركة دي العروسة اللي كتعمل المدعوين والمعازيم باي باي كده بطريقة لطيفة وكتشف فيهم بضحكة في لبسة الأميرة لما بتكون فوق العمارية تعملهم باي باي كتهربنا بالحلاوي ما برجت فيك شي حلوانيه؟ لا لا الحمد لله بتيجي فيها بس الورود، الحلوات ما بتوجعنيش ولا حاجه، ولكن برضو ابتسامه ولكن ماشي من الاتيكيت انه العروسه توقف وتسلم على شي واحد او يعني توقف المشي ديالها علشان تسلم على اي حد مهما كان، يعني عايزه تسلمي عليه تمشي من غرفه العروسه او يجي عندك الفولا البيت ويسلم عليك. بالضبط، طبعا مش مطلوب من العروسه ان هي توقف لتحيه المدعوين وتو هم قرابين منك، باستثناء طبعا الناس الكبار سن جدتك او لامك لو كانت كبيره او لا، يعني في حال هيدا. ولازم العروسه تخلي في بالها دائما ان هي
دايما في لحظه التصوير، يعني ماشي تصور مع المصوره هيدا ما انت يعمل هيدا، لا هيدا يقدر شي واحد اخر للقطه يعني تبقى مبتسمه دارت لي من الشمال فوق، يعني جميع الزوايا تبقى حتى شي كلشي كيصور فيها بالضبط، ان هي دائما محط للتصوير، يعني نجمه مشهوره كلشي كيصور، يعني تنزلي تحت. وطبعا ايضا من الاتيكيت اللي كان لاحظوا انه بعض الناس يعني بينسوا هاد النقطه، انه بنلاقي العروسين اتعطلوا بزاف باش يمشوا في حالهم، وناس بزاف كيبقوا كيفاش يمشوا في حالهم، يعني صافي سال العرس باش يمشوا في حالهم لدارهم الله يعاونهم بسلامه، لا جاب الله من الظهر زعما مقاعه، يعني كيبقاو جالسين في البرزه زعما بارزوا بزاف، ما هو اي لا يمشوا في حالهم يعني سال العرس بعد الخرجه بالضبط الخرجه، لانه بزاف الناس كيكونوا مستنيين غير اللحظه دي عشان يمشوا في حالهم فبيقعدوا معطلين وخلاص تعشوا وخلاص جالسين، فمن الاحسن انه العرسين يخصهم يمشيو. وفي بعض الاحيان الراجل كيكون عاد كيعمل ليله ديالو فهو كيتعطل، يعني واغلب هاد الاشياء يعني الخرجه كتبقى الاقرب مقربين، فهذه يعني نصيحه للاقرب المقربين يمشيو، خليو الناس براحتهم. من الاتيكيت غادي نرجعوا نقولوا انه من الاتيكيت انه العروسين لازم يمشيو قبل الضيوف باش ما يتخلوش يضطروا الضيوف اخرين يبقاو يتسناهم بحال اللي قلنا وقت طويل، هذيك الليله ديالي تقريبا كتكون عائليه مع العائله والاصحاب ديالو، لا في بعض الاحيان يعني كيكون هي نهار الظهر ديالها هو نهار الليله اللي العرس ديالو حتى هو، فنورمالمون حنايا يعني كتبقى يعني في طنجه يعني اغلبيه الليله ديال الراجل كتطول، يعني كتكون حتى الصباح بكري مثلا كتطول، ايوا عارفاها هذه ابو 6 الصبح وهذيك ابو 6 الصبح هي هذيك، فبعض الاحيان يعني على داكشي كنقول لك مثلا حنا كنساليو حتىش قاعات كيتشدوا في 12 وداكشي كنتعشاو مثلا كنبقاو حتى الجوج كنرجعوا من الدار كنستناو ليله السيد حتى تسالي او كنمشيو ديك الساعه نحضروا له الليل ديالهم. لا انا الصراحه الحته دي ما بكملهاش، انا بحبها انا كتعجبني الحته هذه، انا بتنرفز لاني بكون محتاجه انام، هذيك اللي كتعجبني في العرس كامل يعني. واصلا العرس كامل يعني من الاتيكيت انه العرس ما يفوتش 3 ساعات ونص بزاف 4 ساعات، هو ده الاتيكيت، يعني انه العروسه تيجي بعد المدعوين كاملين وتمشي قبليهم وصافي شكرا، اما باش نبقى سال 5 الصباح باش نتعشى حشومه ولا الا ينزلوا العشاء ولا اللي توحد ما يحضركوش يتعشى يمشي بحاله، مش ينزلوا له ولا لا ما منشوره بالاميره، ولكن ماشي المعده ديالنا تصدى مسكينه، ولكن طبعا في مكاو في النهايه ايه لا باكل ديك الفاكهه بتعجبني اكثر. اذا مستمعينا في هذا هما كانوا النصائح او نصائح الاتيكيت والبروتوكول في حفل الزفاف الخاص بالعروسه، وبتمنى اي عروسه كتستمع لينا الان واي ناس هيتجوزوا قريبا انه ربي يكملكم بالخير وتعيشوا بسعاده ودوز الفرح ديالكم مزي ومزي ومزي، ولكن ما تنساوش ما تعطلوش في العشاء عافاكم. كاف راديو.